يا هلا ويا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، نرحب فيكم في حلقة جديدة ونجدد اللقاء معكم دائما في برنامج سبورت توك. حلقتنا اليوم مميزة، راح تكون للاعب يلعب لعبتين، وهاللعبتين يعتبر من الألعاب القتالية والبوكسات والكيك بوكسينج والملاكمة. فهد الشمري رحب فيك في حلقتنا اليوم، ونقول حياك الله معنا في هذه الحلقة اللي نقول فيها فيها بوكسات شوية. الله يحييك أستاذي وشاكركم على الاستضافة الطيبة هذه. الله يسلمك. فهد، ملاكمة والكيك بوكسينج اثنيناتهم فيهم بوكسات فيهم طق. أي نعم. تعور ولا ما تعور؟ طبعا الرياضة يعني جدا حلوة صراحة، أنا ما أشوف فيها أي ضرر. ما فيها ضرر؟ ما فيها ضرر إن شاء الله. متى نقدر نمارس اللعبة هذه؟ في أي عمر؟ طبعا الرياضة هذه يفضل من السن 7 سنوات وانت طالع عاد. ليش تحددت 7 سنوات؟ يعني 7 سنوات يكون أفضل سنة، اللي أشوفها 7 سنوات يكون الطفل مهيأ إلى ممارسة أي رياضة. نعم. يعني مو شرط الكيك بوكس أو الملاكمة. نعم، أنت لعبت في أي عام؟ في أي سنة؟ أنا لعبت 15/6/2004. 15/6/2004، يعني كم كان عمرك؟ كان 13/12 شكل تقريبا. ما شاء الله، وما زلت تمارسها كيك بوكسينج؟ كيك بوكسينج بلش. نعم. متى حولت للملاكمة؟ الملاكمة من بداية 2009. قبل الملاكمة؟ أي. يعني أنت بدايتك كانت بالملاكمة؟ لا، بداية 2004. 2004 كيك بوكسينج، ل 2009 بلشت ملاكمة. بلشت؟ فقمت ألعب اللعبتين. تلعب اللعبتين، وين يعني تفضل؟ والله كيك بوكس. شنو السبب؟ ليش كيك بوكسينج أفضل من الملاكمة؟ أنا أشوفها أمتع الكيك بوكس، فيها مباريات احترافية، بطولات احترافية خارجية، فيها أعلام أكثر من الملاكمة. القوانين؟ طبعًا تفرق القوانين، مثل ما أنت عارف الملاكمة تعتمد بس على الركل. نعم. أما الكيك بوكس يعني تعتمد على الركل واللكم والركبة والباك فيست، متنوع يعني. يعني فيها مميزات أكثر نقول من الملاكمة. لأن تفرع على 4 أساليب، أما ملاكمة أسلوب واحد بس. 4 أساليب بالكيك بوكسينج، ولكن الملاكمة أسلوب واحد. أسلوب واحد اللي هو اللكم. إيش كده صار لك الحين تلعب؟ قلنا من 2004 اللي هي الكيك بوكسينج، 2009 الملاكمة. أبرز الإنجازات في الكيك بوكسينج وأبرز الإنجازات في الملاكمة. طبعًا ولله الحمد محلياً في الكيك بوكس حاصل على ما يقارب 45 ميدالية ذهبية. ما شاء الله. في الكويت. أما في الملاكمة حاصل تقريبًا على 5 أو 6 ميداليات ذهبية. نعم. أما على الصعيد الدولي في الكيك بوكس حصلت على أولمبياد آسيا مصقرة. ما شاء الله. رابع مكرر، وحصلت على ميداليتين آسيويتين في الهند. وحاصل على بطولة عالم 2011 المركز الثاني، والحين الحمد لله عندي رصيد 7 مباريات احترافية، وعندي حزامين من منظمة في إيطاليا، منظمة في تركيا، وعندي حزامين في منظمة في الكويت. هذا على صعيد الكيك بوكسينج. كيك بوكسينج ما شاء الله، يعني أنا الحين أفتخر أمشي وأنا مرتاح دام وياي فهد الشمري، ما حد يقدر يقرب عندي. الله يعزك. بطل عالم الحمد لله. ما شاء الله، يعني لما نقول فهد الشمري حاصل على بطولة العالم في 2011، الحين احنا 2018، ما زال فهد شمري يمارس الكيك بوكسينج وايضا يمارس الملاكمة. الانجازات في الملاكمة وين؟ الملاكمة طبعا مثل ما قلت لك على الصعيد المحلي الى 5 إلى 4 ميداليات ذهبية، لان احنا بالسنة نلعب بطولة واحدة بس في الكويت. أين؟ محلية. نعم. اما خارجيا حاصل على بطولة الخليج للملاكمة، استضافوها الكويت سنة 2014. حصلت على المركز الثاني فيها. الثاني ما شاء الله، ما زلت ولا الان العب الحمد لله. ما شاء الله، بمنصات التتويج سواء بالكيك بوكسينج او في والملاكمه. الملاكمه محليا او حتى خارجيا. ما شاء الله، اتمنى لك التوفيق طبعا والمزيد ان شاء الله في البطولات القادمه. امين. ولكن نقول الكيك بوكسينج والملاكمه، انت قلت هذه تفرع الى 4 والملاكمه الى فرع واحد اللي هو اللكم. شنو الشيء الموحد بينهم؟ بس هو اللكم ام في شيء ثاني نقدر نقول الخفه، التركيز، السرعه، اللياقه، يعني وين الاكثر؟ الشيء الموحد فيهم طبعا بين التدريب، مقارب بين تدريب ملاكم والكيك بوكسينج. نعم. اللياقه البدنيه، عدد الجولات، هني 3 جولات 3 دقائق وهني 3 جولات 3 دقائق، بس تختلف الاساليب. الكيك بوكس اللكم والركل، اما الملاكمه تعتمد على اللكم بس. انت مساء قلت 4
الحين قلت لكم والركل، شنو بعد ثنتين ثانية؟ ها قصدي الأسلوب الكيك بوكس في اللايت كونتاكت اللي هو تجميع النقاط. نعم هذا الفروع الأربعة. أيوة يمنع فيها الضربة الغاضية. هذه ما فيها. أي هذا الأطفال من السن 7 سنوات إلى 12. نعم. تجميع النقاط فقط. أما الفول كونتاكت يسمع فيها الضربة الغاضية. بس الضرب فوق الحزام ما في ضرب على الفخذين. هذا الفرع الثاني. الفرع الثاني. الفرع الثالث اللو كيك. يعتمد على لبس الشورت. في ضرب على الفخذين وعلى كامل الجسم. والفرع الرابع الكي 1 اللي هو الاحتراف. الاحتراف يكون شنو؟ كامل كل شيء. كامل كل شيء نعم. وتكون البطولات اللي هي العالمية تكون كلها كامل. اي نعم كامل بدون واغيات، بس واغي الاسنان واغي القفاز بس. فهد الشمري وين لعب؟ في اي فرع من الفروع؟ لعبت الرابع اللي هو الفل؟ لعبت كلهم انا. لعبتهم كلهم؟ اي نعم. ما شاء لعبت الله. اللايت وانجزت فيه نعم. والفل وانجزت فيه. خارجيا ومحليا واللوكيك ايضا والكي 1 اللي الان نبلش فيه اللي هو مباريات احترافيه. غير الملاكمه في لعبه مقاربه للكيك بوكسينج يعني باللعبه بالتشابه الطريقه؟ عندك كيوكشين. كيوكشين كاراتيه مقاربه حق الكيك بوكسينج، بس يفرق بينهم ان الكيك بوكس فيه اللكم على الوجه. نعم. كيوكشين لكم على الصدر، ما في لكم على الوجه. كيوكشن بس على الصدر. ايوه ما تاخذ ما تاخذ الوجه. فهذه اشوفها اقرب لعبه للكيك بوكسينج. ليش ما لعبت الكيوكشن؟ والله ما حبيتها صراحه. ما جازت لك؟ ما جازت لي. ايوه مو مرتاح فيها. مو مرتاح فيها والله. كيك بوكسينج هي الاهم. اي أيوة والله. الملاكمه، بروح حق الملاكمه. انت الحين لعبت الملاكمه وحققت فيها. شنو حبيت فيها الملاكمه كلعبه؟ شوف الملاكمه دشيتها يعني احنا من اتاثرنا في تايسون وعلي كلاي ونسيم، فحبينا النجوم هذه فدخلنا اللعبه على طريق النجوم مثل ما قلت لك تايسون وعلي كلاي ونسيم. نعم. فكانت مساعده لنا في الكيك بوكس، كلياقه قوه بدنيه خفه ايد ذكائها شوي اقوى بعد. هذه هي الملاكمه كانت تساعدنا على في بطولاتنا في الكيك بوكسينج. ولكن هي تحتاج ان لياقه اكثر من كيك بوكسينج؟ نفس المستوى. نفس المستوى. نفس المستوى. الملاكمه يفترون ويروح كيك بوكس كذلك نفس الطريقه. نفس الطريقه بالضبط، ما في فرق. والاثنين طبعا بالنسبه لنا احنا هنا بالكويت او بطولاتنا لبس الخوذه بس. الحين حاليا الملاكمه طبقوا اللوائح العالميه اللي هي بدون خوذه اللي حق الملاكمه. الملاكمه اي. اما الكيك بوكس مثل ما قلت لك اللايت والفول كونتاكت واللو كيك في خوذه، اما سوى احتراف ما في خوذه. ما في خوذه الاحتراف. ايوه. ولعبت انت بدون خوذه؟ اي لعبت الحمد لله. بالملاكمه والكيك بوكس. والكيك بوكسينج. اي نعم. منو ابرز او ابرز البطولات اللي حققت فيها بطولات ولكن او ميداليه ولكن كانت صعوبه حسيت ان في امامك خصم عنيد؟ هذه اخر بطوله، اخر بطولتين اللي في ايطاليا. كان قدامي خصم جدا صعب صربي. نعم. كان حامل اللقب، حامل الوزن، وزن 75، والحمد لله فزت عليه في ضربه غاضيه في ايطاليا هناك. وتركيا لعبت البطل التونسي وكذلك فزت في اجماع القضاة، حصلت فيهم على حزامين، حزام في شهر 7 سنه 2017 وحزام في شهر 12 نفس السنه. هذه من اصعب البطولات. هذه من اصعب البطولات اللي مرت علي صراحه. ولكن معطي الصربي بالقاضيه يعني الحمد لله صعبه توفيق. ولكن توفيق من الله سبحانه. الحمد لله. أيوة. الحمد لله التوفيق ان شاء الله. ابي الحين بالنسبه حق الكيك بوكسينج شلون تشوف الاقبال الجماهيري عليها في البطولات سواء محليا او خارجيا؟ شوف الاقبال في الكويت يعني ما شاء الله في ازدياد، ولكن طبعا ينقصهم يعني اشياء واجد، كثره البطولات تنقص جميع الفئات. نعم. يعني انا اشوف في مستوى الرجال ما تنفع بطوله بطولتين، اذا كنت انت تبي تنجز خارجيا لازم اقل شيء 4 بطولات اساس تنجز خارجيا. نعم. طبعا الدعم الاعلامي، الدعم المادي، هذا ينقص البطولات سواء الملاكمه او الكيك بوكسينج. محليا. محليا نعم. الدعم الاعلامي والدعم والمادي. هذا اهم دعمين يحتاجهم اللاعب الرياضي. وهالدعمين هذا شلون تشوفهم خارجيا؟ يعني في امتياز صراحه. في اعلام وفي في تغطيه، في دعايه لك يعني قبل لعبتك بشهر يسوي لك دعايه كامله، في اهتمام خاص يعني للاعب اللي يجيهم من الخارج يهتمون فيه اكثر من لاعب.
طبعا نتمنى لك التوفيق اخوي فهد، وانا اقول ان شاء الله راح يكون الدعم المادي والاعلامي للاعبنا فهد الشمري في بطولات المحليه وايضا بطولات الخارجيه اكثر فاكثر، عشان نشوف الانجازات والبطولات والميداليات والذهب لاهل الذهب فهد الشمري. لك توفيق وكل شكر لك على تواجدك معنا في حلقه سبورتوك. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. مشاهدينا الكرام، وشكر موصول لكم انتم على متابعتكم لهذه الحلقه اللي فيها بوكسات مع فهد الشمري. نشوفكم ان شاء الله في حلقات ثانيه. مع السلامه.